كحاجه سريعه، هنعمل كب كيك بسيرب النعناع. انا هستعمل فيه سيرب نعناع فيتراك. هو الكب كيك ده يوناني، عباره عن كب كيك شوكولاته بالنعناع، حلو جدا ومختلف، نكهه النعناع فيه بتبقى حلوه قوي. هنستعمل نص كوبايه ميه سخنه جدا، ميه سخنه جدا قرب المغليه، وهستعمل نص كوبايه كاكاو، كاكاو خام طبعا، نص كوبايه لبن رايب، كوبايه ونص دقيق، رشه ملح، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، كوبايه وربع سكر، نص كوبايه زبده، بيضتين فانيليا، ربع كوبايه سيرب نعناع بيترك. دي مقادير الكب كيك نفسه. خلاص بعد كده هيبقى عندي الصوص بتاعي. الصوص بتاعي عباره عن شوكولاته، مثلا لو 200 جرام شوكولاته مبشوره هحط عليهم اقل من النص عشان عايزاها تبقى جامده، حوالي 80 جرام كريمه، وهستعمل كريم شانتيه للتزيين كمان. خلاص يبقى هنقول مقادير من تاني، نص كوبايه ميه سخنه جدا، نص كوبايه كاكاو، نص كوبايه لبن رايب، كوبايه ونص دقيق، رشه ملح، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره بيكنج صودا. ليه بقى بيكنج باودر وبيكنج صودا؟ انا عامله ميه سخنه هنا اهو، الميه السخنه بتخلي دايما كيكه الشوكولاته مويس. بص انا هقول لكم، سوري هكمل بقيه المقادير واقول لكم المعلومه دي ليه. كوبايه وربع سكر، نص كوبايه زبده، بيضتين فانيليا، ربع كوبايه سيرب نعناع بيترك. هستعمل الصوص 200 جرام شوكولاته مبشوره مع 80 جرام كريمه. خلاص هبتدي اشتغل. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، علشان انا لما بفتكر حاجه بحب اقولها قبل ما انساها او اخش في حاجه تانية وما اتكلمش فيها. الميه السخنه بتخلي كيكه الشوكولاته طريه جدا، اي كيكه شوكولاته بحط فيها ميه سخنه بتديها طراوه فظيعه. بس انا عايزه الكب كيك يبقى منفوش وطالع قوي، فهعمل ايه؟ هحط بيكنج صودا مع البيكنج باودر علشان الميه السخنه ما تموتليش الخميره اللي في البيكنج باودر. خلاص، علشان كده احنا استعملنا الاثنين، البيكنج باودر والبيكنج صودا. مش اي حاجه بستعمل فيها الاثنين، انا بستعمل بيكنج صودا بالذات في المقادير اللي فيها خل، لان الخل بيخليه يعمل اكتيفيشن او يتنشط، ينشطه عشان نتكلم بالعربي علشان الناس تفهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نشغل ده يا احمد بليز. ايوه اهي الزبده والبيض والسكر، هنضربهم مع بعض. هحط البيكنج صودا والبيكنج باودر، فانيليا طبعا. إيه لو انا بستعمل فانيليا الاكياس، كل بيضتين على الاقل ليهم كيس فانيليا لو نوعها انت واثقه فيه كويسه. شكه في النوع، حطي لكل بيضايه كيس علشان ما يبقاش زفر معاكي. ممكن تحطي معلقه خل، معلقه الخل مش هتبان في الكيك بس برضو هتقطع لي زفاره البيض، ودي حاجه مهمه. انا هستعمل هنا قوالب مافن. ايه القوالب المافن؟ اللي هي الكبيره، اكبر من قالب الكب كيك، يعني تبقى الواحده كبيره. المافن اللي هو بيبقى اكبر من الكب كيك وفي نفس الوقت بيبقى بيلت شويه في العجينه بتاعته. ما هو مفيش وقت نتكلم عن الفرق بين المافن والكب كيك، بس بعدين ممكن نقول. خلاص اجي هحط الدقيق، هحط كله، وهحط الكاكاو برده كله، وهقلب بالراحه مع اللبن الرايب بالراحة. فاضل لي بقى ايه؟ السيرب. هستعمل زي ما قلنا النعناع بتاع بيتراك والمية السخنة. ونص كوباية المية السخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاملاها بالراحة عشان يمتزجوا، ما تجيش تحميني. وهحط السيرب النعناع وبالراحة. أنا محتاجة بصراحة إن أنا أنزل، أيوة أنزل الحاجات دي الأول علشان خايفة أعلي السرعة.
نعمل مشكلة عويصة، فخلينا ايه ننزلها كده وبعد كده قوالب المافن نبقى دهنينها، دهنينها كويس جدا. لو انت عايزة تبطنيها بطبقة غير السمنة او الزيت اللي انت دهنة بيها، تبطنيها بكاكاو، لان ما ينفعش تبطنيها بدقيق او كده امتزجت فبتجي علي السرعة بقى. ما ينفعش بدقيق، لان انت لما تيجي تقلبيها دي هيعملي طبقة بيضة على الشوكولاتة، فانت ممكن تبطنيها بكاكاو كده اهو. بضربهم كويس وبعد كده بملى قوالب المافن. ما عنديش مافن، هستعمل كب كيك عادي ما فيش مشكله. حملاهم، هجيب هنا كبشه، عايزين كبشه اهي علشان املى بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، حملاها الثلاث ارباع خلاص. يبقى حامله القالب للثلاث ارباعه مش اكتر علشان هتنفش. اهو، وبدخلها الفرن على 180. اغلب الحاجات بتخش الفرن على 180 لان دي حراره متوسطه للفرن. كده اهو. في حاجات معجنات بتحتاج حراره اعلى من 180، وفي كيكات بتبقى تخينه سميكه، دي بتحتاج حراره اوطى من كده، حسب يعني حسب الحاجه اللي انا هخبزها بتبقى حراره الفرن. اهو كده اهو، وبندخلها الفرن. ريحنا الشوكولاته والكريمه على الحمام ميه. هاجي الكب كيك، بصوا احنا عملناها كبيره بقوالب المافنز عشان تبقى حجمها كبير. والشوكولاته زي ما قلنا، الشوكولاته دايما صوص الشوكولاته بيبقى الكريمه نص الشوكولاته. احنا النهارده عملنا الشوكولاته 200 جرام والكريمه 80 عشان تبقى تقيله كده. انا عايزاها تخينه، مش عايزاها خفيفه، عايزاها تقيله. وهوريكم ليه عايزاها كده. طعم النعناع مع الشوكولاته بيبقى حلو جدا. فبصوا بتبقى سميكه ماسكه نفسها، مش هتغطيها كلها ومش هتنزل للاخر، وده اللي انا عايزاه. يعني عايزاها تنزل من على الجوانب بسيط، ومش كل جنب، يعني كل جنب واحد مثلا كده. علشان كده اهو بصوا ده اللي انا عايزاه، عايزاها تبقى ماسكه نفسها. ايوه زي ما انتم شايفين كده اهو ماسكه نفسها. بس هو هنا الشوكولاته نزلت على الستاند من بره، ثواني نمسحهم كده. بعد كده هاجي اعمل ايه بالكريم شانتيه. هروح عامله ورده كبيره فوق كده، هرفعها عالي كده اهو. وبعد كده عشان هو بقى بالنعناع هنحط كديكوريشن ورقه نعناع صغننه على كل واحده كده. بصوا هو ديكوريشن بسيط بس في الاخر بيدي شكل حلو جدا. الابيض مع الاخضر بيدي شكل حلو. انا بحط من النعناع اللي هو الحته الصغننه، الورق الصغير اللي فوق خالص كده اهو. اهي ده كب كيك الشوكولاته بسيرب النعناع. احنا ممكن فاضل نعمل الاثنين الفاضلين على ما نحط دي اهو. ايه رايكم؟ فظيع مش كده؟ حلو كده اهو. اهي بصوا حتى هي جمدت هنا معايا، فانا الحق احطها بقى علشان ايه تنزل تسيح. اهي دي هنا شويه صغننين اللي فاضلين، مش مشكله هننزلها عشان هي جمدت. المفروض احطها على طول، يا اما احطها في الميكرويف بقى تسيح سنه. بس اهو خلاص انا عملتها كده، وهنا كده اهي نزلت. وبعد كده هحط عليها الكريم شانتيه.
يبقى احنا النهارده عملنا يوم من بلاد العالم، عملنا المعروك الحلبي اللي هو من سوريا، عملنا الكب كيك الشوكولاته بسيره من النعناع بتاع بيتراك عملناه من اليونان، عملنا من اسبانيا الاندلس عملنا الرز الاندلسي، وعملنا الكارنياريك من تركيا اللي هو البتنجان المحشي، وعملنا من العراق الطرشانه العراقي اللي هي اكله من التراث العراقي كده اهو، هيبقى وشهم الاثنين كده اهو حلوه مش كده. والكب كيك ده انا استعملت في الكب كيك نفسه السيرب بتاع النعناع، طعم النعناع مع الشوكولاته بيمتزجوا بطريقه فظيعه. يعني في نوع شوكولاته غالي جدا بالنعناع مش عايزه اقول اسمه طبعا عشان ما بقاش دعايه، الصوص لازم يبقى تقيل علشان ينزل بالتدريج كده.